مرحب بيك يا كابتن ميدو في البدايه وبكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. ان شاء الله باذن الله تكون مباراه موفقه لفريق النادي الاهلي. الاهلي وجيما بطل اثيوبيا هنا في اديس ابابا، امور يمكن مكثفه واستعدادات على قدم وساق سواء من فريق النادي الاهلي سفارتنا هنا في اثيوبيا، ايضا كمان رئيس البعثه عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ ابراهيم القفاولي بيسعدنا يكون معنا في هذه اللحظات. ابراهيم بيرحب بيك في البدايه وباذن الله تكون موفقين في هذه المباراه، نسخه جديده وبطوله جديده بمعنويات جديده ان شاء الله باذن الله. اهلا بحضرتك وبالبرنامج وبكابتن ميدو، تحياتي ليكم والجمهور الاهلي، بنحييهم وبنطمنهم تبقى بدايه موفقه وانطلاقه، وان شاء الله زي ما قلنا باذن الله هتبقى الثالثه ثابته، والسنه دي باذن الله لعيبه الاهلي والجهاز وكل الناس هي دي سنه التتويج باذن الله. انا عارف ان في استعدادات كثيره جدا ومكثفه جدا سواء مع اسامه بيه عبد الخالق طبعا سافرنا هنا في اثيوبيا، كابتن سيد الكابتن سمير كانوا متواجدين هنا، وحضرتك كمان يمكن على تواصل بشكل كبير معهم، الترتيبات هنا على ايه وبتشوف الملعب كمان اللي بنضرب عليه، حطينا في الاجواء برضو يا ابراهيم. لا بالامانه يعني وبدون مبالغه يعني هي طبعا بتبقى السفارات المصريه معودانا على المسانده، لكن اسامه بيه مع اعضاء السفاره مع اعضاء الهيئه الدبلوماسيه المصريه هنا هم يعني بيحبوا الرياضه ومساندين للرياضه، فكانوا مهتمين جدا من قبل ما نيجي وهم بينسقوا معانا، وكابتن سمير وكابتن سيد لما جم برضو نسقوا معاهم وسهلوا لهم كل حاجه. يعني في احتمال ان احنا نتمرن على ملعب الماتش الملعب الرئيسي النهارده، لكن نظرا لاقامه مباراه محليه الامن فضل ان ما يبقاش في اخلاق للجمهور ودخول نادي الاهلي في نفس الوقت، ففضل ان احنا نشوف مكان بديل. السفاره يعني بالامانه ساندتنا وساعت بكل جهدها، وفعلا حصلنا على ملعب تدريب عالي وكويس وممتاز مقارنه باللي بنشوفه في دول تانية. لا وبعدين يعني الملعب ده عرفنا ان ده الملعب اللي بيتمرن عليه المنتخب الاثيوبي، فالفريق دي فرصه كويسه انه يبقى فيه تدريبه كويسه النهارده وفك للارهاق ولرحله السفر. رحله السفر يمكن كانت مرهقه شويه لان احنا وصلنا عقبال ما اتسكننا وكده، يمكن الناس نامت ما بين 5 و6 الصبح، فكان لازم يبقى فيه تدريبة كويسة النهاردة. السفارة بنشكرها وبنشكرهم على مجهودهم، وده عهدنا بالخارجية المصرية دايما. لو بتكلم على نقطة مهمة جدا ابراهيم بيه وهو الاستقرار الفني اللي يمكن مجلس الإدارة اشتغل عليه بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية، توفير مدير فني إن شاء الله مع توليفة من أولاد النادي الأهلي وأبناء النادي الأهلي، ده يمكن أكيد هيسبب استقرار فني للعيبة للجهاز، مطالبين بقى اللعيبة بشغل كبير جدا والجهاز بشغل كبير عليهم، مسؤولية كبيرة جدا ابراهيم بيه. زي ما حضرتك برضه شايف ومتابع معانا، اللعيبة كلها مركزة، اللعيبة كلها منتظمة، اللعيبة كلها محترمة مواعيدها وفي حالة عالية جدا من التركيز في المباراة، مصممين مش بس يعدوا الدور 32، لا مصممين ان يبقى في نتيجه ايجابيه وارسال رساله قويه ان النادي الاهلي نادي قوي، نادي كبير، نادي بطولات، واقف على رجليه وعائد للمنصات السنه دي ان شاء الله. انا بس باخد من كلام حضرتك وباخد بنتهز الفرصه دي ان انا مش عايز ان احنا نبقى قاسيين على لعيبه النادي الاهلي وعلى فريق النادي الاهلي. فريق النادي الاهلي على فكره خسر نهائي افريقيا والظروف كلها الناس عارفاها، ظروف غير طبيعية والكلام ده، ومش هنخوض في ده وما بنلاقيش مسببات. لا احنا مكاننا الطبيعي اللي هو منصة التتويج ونبقى الاول، انا معاهم طبعا ما بنلاقيش مسببات، لكن احنا خسرنا نهائي افريقيا، ما طلعناش من دور التمهيدي ولا دوري مجموعات، لا ده احنا فرقة واصلة للنهائي، ففرقة تستاهل ان جمهورها هنا بجمهور النادي الاهلي دايما. الفرقه طبعا محتاجه تدعيم، وهو ما حصل من مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب برئاسته وهو المكلف باداره ملف كره القدم، في 4 تدعيم احتمال يبقى في مزيد من التدعيمات حسب الرؤيه الفنيه وحسب المفاوضات. برضو ملف المدرب الاجنبي انتهى، انت ونظمت امورك، نظمت البيت داخليا، كل اللي جاي ان شاء الله افضل. متوقعين بقى ان شاء الله هيبقى في انطلاقه، في توقف برضو نسبي للدوري الفتره الجايه عشان المنتخب والاستعدادات، المنتخب هتبقى فرصه لالتقاط الانفاس، عوده المزيد من المصابين، لان اللي حصل السنه دي بصراحه يعني سوء حظ عمرنا ما شفناه وعمره ما حصل، وعلى فكره بيحصل في فرق كتيره بس مش بالنسبه العاليه دي ومش بالاعداد العاليه دي، وبيحصل دروبات في الفرق دي، وشفنا ريال مدريد حصل لها دروب فتره. النادي الاهلي نادي كبير، نادي يستحق ان جمهوره يبقى فخور بيه في كل الاوقات، يقف جنبه، ومعدن الجمهور بيبان في الاوقات دي، اوقات الازمات او اوقات اللي بنبقى حاسين ان الفريق ان احنا كلنا نقف في ظهره، وده عهدنا بيهم دايما.
اخيرا، رجلتنا مش محتاجين كلمات ومش محتاجين تحفيز لعيبه النادي الاهلي، لكن لابد لاخد منك رساله للاعيبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه، يكون في حضور مكثف للجمهور الاثيوبي طبعا، لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره في كل اللعيبه. ابراهيم بكفره وتقول لكل لعيبه النادي الاهلي، لا لعيبه النادي الاهلي مش مستنيه حد يقول لها، لعيبه النادي الاهلي عارفه الدور اللي عليها، لعيبه رجاله طول عمرها شايله المسؤوليه، لعبت في ظروف اصعب من كده. انما الانطباع اللي عندي سواء من اللعيبه او من الجهاز الفني او الجهاز الاداري ان هم مش جايين لمجرد العبور، لا ده جايين عشان يعملوا نتيجه ايجابيه، فان شاء الله باذن الله توقعاتي نتيجه ايجابيه والفوز باذن الله والعوده، ونبتدي بقى نرجع للدوري وللكاس ونبتدي ننطلق من دوري المجموعات ان شاء الله. اشكر حضرتك واشكركم واشكر كابتن ميدو وجميع الجمهور، شكرا اشكر. بنشكر اكيد الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه هنا طبعا في اديس ابابا. كابتن ميدو لو بكلمك سريعا طبعا على تدريب فريق النادي الاهلي، يمكن استغرب الطريق مع فريق النادي الاهلي بحافله النادي الاهلي 45 دقيقه او 40 دقيقه زي ما قال الاستاذ ابراهيم الكفراوي، كان المفروض النهارده يكون بنتدرب على الملعب الرئيسي وغدا ايضا كمان وهو اليوم الرئيسي لملعب اديس ابابا، لكن زي ما قلنا طبعا كان في مباراه متواجده، في جمهور اثيوبي متواجد في الملعب، فحفاظا طبعا على النادي الاهلي ومع التنسيق مع السفير اسامه عبد الخالق اللي بنأكد بيقوم بدور كبير جدا هنا مع بعثه فريق النادي الاهلي مع الكابتن سعيد عبد الحفيظ مدير الكره، يمكن ده الامر بس اللي خلى فريق النادي الاهلي النهارده يكون متواجد في هذا الملعب. يمكن من خلال وانا بكلمك كابتن ميدو ارضيه الملعب نقدر نقول جيده بالنسبه طبعا لافريقيا سواء اثيوبيا غينيا اوغندا، يمكن في امور بتكون صعبه جدا على فريق النادي الاهلي، لكن الارضيه يمكن مقبوله حتى هذه اللحظه، شايفين حتى في هذه اللحظات كابتن محمد يوسف بيقوم بوضع التكتيك في عرضيات، في شغل كبير جدا بيتم ان هيكون عقب العشاء يكون في محاضره فنيه للجهاز الفني بقياده الكابتن محمد يوسف. الامور الحمد لله كابتن ميدو حتى هذه اللحظه ماشيه بشكل مطمئن لفريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله بنتمنى النهارده وبكره ما يبقاش في اصابات، ما يبقاش في اجادات للاعبين، زي ما انت عارف يا كابتن ميدو بيعود لنا بعض اللاعبين، مش عايزين نفقد اي لعيب تاني خلال الفتره القادمه. المباريات خلاص بعد هذه المباراه باذن الله نصعد منها لدور ال16، هندخل في مباراه الدوري من جديد، هنبدا نخش في دور المجموعات، يمكن مباريات عديده تلاحم كبير جدا للبطولات والمباريات، لكن لعبتنا ان شاء الله على قدر المسؤوليه باذن الله لعيبه النادي الاهلي مجموع المباراتين يصعد بنا لدور ال16. مستمرين معاك كابتن ميدو كالعاده ومع مشاهدينا ومع كل جمهور النادي الاهلي هنا في اديس ابابا لحظه بلحظه على شاشه قناه النادي الاهلي كواليس واخبار فريق النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ميدو. شكرا جدا لك يا كريم ودايما متميز ومتالق، شكرا للمهندس ابراهيم الكفراوي رئيس بعثه النادي الاهلي في اثيوبيا وعضو مجلس اداره النادي الاهلي، وان شاء الله يكون يعني عند حسن ظن الجميع.